السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين. أكثر من ثلثي الشعب بحاجة ماسة للمساعدات، نصفهم تقريبا باتوا عاجزين عن تأمين لقمة العيش اليومية. النازحون وسكان المناطق التي تشهد المواجهات العسكرية هم الأكثر تضررا من آثار الحرب، سواء من هم في مناطق الشرعية أو مناطق سيطرة الإنقلابيين، إلا أن نسبة الاحتياج والمعاناة والمجاعة والكوارث أكثر ظهورا وتوسعا في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية بسبب الفساد المالي وسوء الإدارة، والتي من مظاهرها استنزاف الموارد لما يسمى بالمجهود الحربي ونهب المشرفين الحوثيين للمخصصات والاتجار بالمساعدات. في خضم هذه المعاناة برزت عشرات المبادرات الإنسانية بجهود ذاتية مجتمعية من شباب وجهات شعبية بهدف التخفيف من آثار المعاناة، خصوصا في شهر رمضان. وإذا تم إنشاء مطابخ وأفران خيرية وتنفيذ العديد من المشاريع كمشاريع السقيا، فضلا عن توفير ما أمكن من الأغطية والملابس اللازمة في فصل الشتاء، والعديد من المشاريع التي لا يتسع السياق لحصرها. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش أهمية هذه المبادرات وما يبذله القائمون عليها من جهود إنسانية للتخفيف من آثار الحرب التي يعانيها الناس، والتساؤل عن طبيعة الأخطاء التي تصاحب بعض الأنشطة الخيرية. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من نيويورك الدكتور دحان النجار، رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، ومن العاصمة صنعاء الناشط في المجال الإنساني عمار مرشد، ومن تعز رئيسة مؤسسة شهيد خديجة عبد الملك، وأيضا من الحديدة سيكون معنا محمد عبد الله مسعود من مؤسسي أحد المطابخ الخيرية. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الناشط في المجال الإغاثي والإنساني عمار مرشد من صنعاء. مساء الخير أستاذ عمار. مساء النور بشير، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عمار. في البداية ضعنا بصورة حال الناس مع قدوم شهر رمضان والاحتياج للمواد الإغاثية والإنسانية مع اشتداد الحرب وزيادة الفقر في اليمن. للأسف يعني الحالة الإنسانية برمضان أو غير رمضان للأسف تزداد سوءا، تزداد أكثر وأكثر من قبل بالحالة الإنسانية بسبب الأوضاع وبسبب طول الحرب وبسبب الخسارة الأكبر وبسبب الحرب الداخلية، وبسبب كمان السلطة عند الواقع في صنعاء وعدم جديتها في أنها تحل المشكلة الإنسانية في صنعاء، بالذات في الوضع الإنساني. الحالة صعبة جدا في صنعاء، كنا في السابق نشوف الناس تدافع بشكل كبير على السوبر ماركت، على الأسواق لشراء الأشياء خاصة برمضان. للأسف هذه المناظر في المرحلة عما كانت من قبل، هذا أكبر مؤشر أن الوضع الإنساني يزداد سوء ويزداد ما بديش أقول أنه يزداد سوء لأنه أصل سيء فوق ما هو سيء، بس بديش أقول أنه نحن نوصل للنزاع اللي هي أصلا وصلنا هذا بشكل أكبر. نعم. طيب، أمام الحاجة الكبيرة وأمام الوضع السيء الذي ازداد سوءا كما تتحدث أستاذ عمار، كيف يتدبر الناس البسطاء والفقراء معيشتهم وما يحتاجونه من الغذاء والدواء والماء وما شابه ذلك؟ والله شوف يا بشير، أقول لك إنه سبحان الله، يعني رغم الذي يمر فيها البلد هذه أكثر من 3 سنوات من حرب ومن قبلها أصلا، في سر عجيب. يعني يمكن يكون الله، يمكن يكون البلد هذه محمية من الله نفسها، هو اللي بيقدر يوفر الأشياء هذه لناس البسيطة. رغم الذي بنمر فيه مع ذلك بتشوف الناس اللي هي بسيطة بتلاقي لها الأشياء اللي تحتاجها في رمضان، وهذا أنا من وجهة نظري أشوف أنه بسبب التكاثر. نعم. مقدار التكافل الاجتماعي ومقدار فاعلين الخير الذي يتعاونون مع توفير ما يحتاجها الناس البسطاء والفقراء والنازحين في هذه المناطق، عمار من خلال اطلاعك وقربك منهم، كيف تقيم؟
شوف استاذ بشير، يعني حتى لو قلنا مثلا الاشياء اللي بيسووها الشباب والمبادرات فاعلين الخير، ما بتكونش نقطه في بحر. اليونيسف قبل 4 أيام نزلت تقريرها بتتكلم على انه 8.4 مليون بحاجه للماء الصالح للشرب، وبالنسبه للدواء 8.3 مليون محتاجين للصحه، والجوع 11.3 مليون، وهذول معرضون لخطر المجاعه. اللي بيسووها الاتفاق الاجتماعي والفاعلين الخير والمبادرات الشبابيه ابدا ابدا مستحيل يغطي دور الحكومه او دور الدول الكبيره في موضوع مكافحه الجوع والحرب. لكن زي ما قلت لك الاشياء هذه البسيطه هي يمكن تكون الامل الوحيد اللي بيحرج الالم اللي بيواجه الناس في هذه المرحله. التكافل البسيط اللي بيتم من رجل الخير نعم، لكن بشكل لحظي قد يكون لمده شهر او اسبوع او اسبوعين، لكن باللي بعد الشهر كيف الناس حتعيش؟ كيف الناس حتستمر في الحياه؟ الناس الان اصبحت لها عاده، مش موجوده السعاده ولا الروح الموجوده في اليمنيين من قبل. الناس بدات تخاف من بكره، ايش حتاكل ايش حتشرب؟ وهذا مؤشر خطير جدا 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 في مجال التنميه الانسانيه. واحنا بنوصل لمرحله احنا في مجاعه، ومع ذلك المجاعه هذه ما فيش لها اي تدخل او استجابه دوليه، فالمجاعه بتزيد. يعني انا تقريبا قبل 6 أشهر كانت المجاعه المهددين بالجوع 8.3 مليون، زادت خلال 6 أشهر الى 11.3 مليون. هذا مؤشر خطير بمعنى انه المصيبه بتكبر، المجاعه بتزداد، الفجوه بتتوسع. وهذا تنطلي لا المبادرات الشبابيه ولا احنا ولا فاعلين الخير عنكم قادرين ان احنا نغطيها لفتره طويله، لانه بالاخير الواحد على قدر على قد قدرته الماليه كرجل خير او كتاجر، على قدر الجهد اللي بيبذلوها المبادرات الشبابيه، على قدر الناس والتكافل اللي موجود بينهم. اليمنيين الان بيقسموا الخبز نصين بينهم وبين جارهم، بس بكره ما حيلاقوش، والتزايد السكاني بيزيد والاعداد بتزيد، فاللي كان يقسم كبيره الخبز مع جاره يلا تمشيها الان هو اسرته. الوضع هو سيء، وبالاخير المبادرات الشبابيه اللي بتقدم زي ما قلت لك هي الامل الوحيد اللي لا زال يحرج الالم. نعم، ويحرج ايضا الحكومات والجهات المختصه. نعم، الان ما بادرتش في حل هذا الازمه. طيب عمار، سنتحدث عن دور المبادرات الشبابية وأهم مصادر التي تعتمدون عليها في تقديم المعونات الإغاثية للناس، وأيضا عن وضع الناس وظهور بعض يعني مظاهر التي تقدم للناس وجبات غذائية خاصة وإفطار مع قدوم رمضان، ولكن أتمنى أن تكون في مكان يكون صوتك أكثر وضوح لأن هناك إشكالية نسمعك بصعوبة. واسمح لي أن نذهب إلى الحديدة، معنا من هناك الناشط الخيري في المجال الخيري من الحديدة محمد عبد الله مسعود. مرحبا بك أستاذ محمد. الله يحييك، السلام عليكم والله يحييكم كلكم. أهلا بك أستاذ محمد. الحديدة كيف هو الوضع؟ لا شك أن دائما الحديدة يعني هناك نسبة كبيرة من الوضع الصعب للناس في محافظة الحديدة، والآن مر تقريبا 5 أيام على دخول شهر رمضان، كيف يتدبر الناس في الحديدة ما يحتاجونه مع قدوم شهر رمضان من كل الاحتياجات، مواد غذائية أو أدوية وغير ذلك؟ صحيح صحيح، الحديدة دائما أن الأضواء منخفضة عن الحديدة، وبسبب هذا تعاني يعني الكثير من الأسر، الأسر الكثير تعاني من نقص من مؤونات، تعاني من نقص في التغذية، تعاني بسبب انقطاع الرواتب لمدة عام وأكثر من عام. فنحن في مطبخ الخير نعمل على تخفيف المعاناة عن الأسر الأشد فقراً وأصحاب الدخل المحدود، الأسر المتعففة، بتوزع لهم كنا في الفطر في وجبتين اللي الغداء والعشاء، وفي رمضان الفطر مع العشاء، هي عبارة عن وجبتين في اليوم بحسب الإمكانيات المتوفرة لنا. نعم، المتوفرة لنا إلى الآن. نعم، هذا المطبخ الخيري محمد يعني كيف تم تأسيسه؟ من هو الداعم لكم في هذا المطبخ؟ وأيضاً كم يعني مقدار ما تستهدفونهم من الناس وتقديم لهم ما يحتاجونه من خبز او دقيق او ما شابه ذلك؟ الدعم الى الان لا يوجد معنا دعم اساسي الى الان، كله عبر علاقات شخصيه ومبادره شخصيه مننا كشباب يعني. نعم. الاسر المستهدفه معنا باليوم الواحد ما يقارب 80 اسره باليوم الواحد. 80 أسرة نخفف عنهم بقدر المستطاع. نعم، يعني هذا 80 الأسرة يعني ثابتة كل يوم يعني توفروا لهم ما يحتاجون، أم كل يوم تتغير هذه الأسرة؟ للأسف كل يوم تزداد الأعداد. وإلى الآن ما حصلناش يعني ما فيش جهات تبنت المطبخ
او حصلنا دعم من جهه معينه او من منظمه او مؤسسه او المانحين، ولكن انا امل منهم التجاوب معنا، وانا ادعوهم عبر قناه بلقيس الالتفات الى الحديده والى المجاعة الموجوده بالحديده وفشاحه الاسر الموجوده التي تعاني من نقص كثير كثير جدا بالحديده. فان شاء الله تكون رسالتي وصلت عبركم يعني، وانتم وصلتوها. نعم. نحن نعمل بكل قدرات يعني كل قدرات تخفيف المعاناة. نعم. عدد مزايده ما نقدرش نغطيهم كامل، فنحاول نعمل كل ما بيسعنا نحاول نخفف عنهم بقدر المستطاع. نعم. طيب محمد ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات. مرحبا بك دكتور. رمضان كريم. مرحبا بك، رمضان كريم علينا وعليك. دكتور، كيف تقيم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن مع الاحتياج الشديد والكبير وخاصة مع قدوم شهر رمضان؟ والله اللي يلاحظ أن شهر رمضان هو شهر خير وبركة، وفيه يظهر مدى التعاطف أو تعاطف اليمنيين مع بعضهم، وهناك مبادرات كثيرة كانت قبل قدوم شهر رمضان الكريم وفي الأيام الأولى له، الكثير من الجهات الخيرية والكثير من المبادرات الأهلية، مبادرات مميزة الحقيقة تم التعامل معها. فأرى بأن هناك جهود طيبة تبذل ومتسارعة أيضا، لأن هناك الكثير من المبادرات الخيرية التي عملت على عجل لاستقبال الشهر الكريم بالتحديد. فهناك مبادرات في العاصمة صنعاء، مبادرات في العاصمة عدن، مبادرات في الأرياف، كما سمعت الأخ الكريم يتكلم عن الأفران الخيرية وعن توزيع أسلال رمضانية. مثلا احنا الان عندنا حملات متزامنه في ان واحد، حملة في صنعاء لتوزيع أسلال غذائية، تم توزيع اكثر من 300 أسلال غذائية الى اليوم، وهناك حملة اخرى في عدن وفي لحج توزيع أسلال غذائية لنازحي طور الباء والمستشفى في محافظة عدن، وحملة قادمة خلال اليومين القادمين في محافظة عدن. فهناك تجاوب لا بأس في هذا الشهر الكريم، نتمنى أن تستمر الحملات وأن تتسع إلى مناطق أخرى، كما عرف من خلال ائتلاف شركاء من أجل اليمن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كثير من الجمعيات الخيرية عندها برامج خاصة، مثل جمعية جبن الخيرية ومؤسسة حيدر الخيرية، جمعية يهر وجمعية أبناء يهر غيرها من المبادرات التي تسعى لتقديم شأن خلال الشهر الكريم. نعم، ولكن دكتور كما تعلم يعني حجم الاحتياج كبير جدا، يعني الملايين من اليمنيين محتاجون لتقديم هذه المعونات الإغاثية والطبية وغيرها، وما يقدم ربما لا يعني أرقام بسيطة جدا مع حجم الاحتياج الكبير. كيف يمكن سد هذه الفجوة الكبيرة؟ من المعني يعني بالدرجة الأساسية بتوفير لهؤلاء الناس ما يحتاجونه؟ أنا كما أكدت دائما أقول بأنه المعني الرئيسي بالنسبة لتغطية الاحتياجات الشاملة هي المنظمات الدولية وبالذات المجتمع الدولي وإسهامات الحكومة اليمنية، لكن هذه المبادرات المجزأة والصغيرة هي مبادرات بديلة، لأنه شيء أفضل من لا شيء. طالما وفي هناك عجز في سد الاحتياجات الهائلة في المجتمع اليمني من قبل المنظمات الدولية ومن قبل المانحين الدوليين، فلا بد من أن تأتي مبادرات أهلية، مبادرات جماعية على الأقل حتى على مستوى القرية لسد فراغ معين. هناك فجوة كبيرة نتيجة للسوء توزيع المساعدات الدولية، الطرفان يعانون من مشكلة في آلية التنفيذ، وربما الحالة اللي أنا دائما أكررها حالة الفساد، أيضا حالة الفساد في إهدار المساعدات الدولية التي تصل إلى اليمن.
فساد من يعني فساد من يعني تقصد بالذين يعني يتلاعبون بهذه المعونات الإغاثية يعني لا تصل للمحتاجين، يتم بيعها، يتم مصادرتها، أين يكمن الفساد يعني من خلال الطلاع؟ نعم هنا في المنطقة اللي يسيطر عليها الحوثيون مواد تباع في الأسواق ومواد يتم السيطرة عليها وتهدر، وهناك في المناطق التي تسيطر على الشرعية مئات الآلاف من السلال الغذائية تختفي في أماكن معينة، فهناك ثقب أسود في الجهتين يلتهم الكثير من المساعدات، فساد منظم، وهناك توجيه آخر لها إلى غير وجهتها ربما تستفاد منها في مجهود حربي، لكن تظل في كل الحالتين مشكلة معقدة ومشكلة عويصة يعاني منها المواطن اليمني، والمبرر للجهتين في إهدار ما يعطى من المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية الخيرية من أجل إنقاذ الإنسان اليمني. نعم، طيب دكتور ابقى معي، وأيضا ضيوفي الكرام، سنذهب الآن لمتابعة آراء حول المبادرات الخيرية التي يقوم بها بعض الشباب وتقديم بعض المعونات الإغاثية للمحتاجين، ومن ثم نكمل النقاش. ابقوا معنا. المبادرات الشبابية في محافظة الجوف مبادرات طوعية مجتمعية شبابية تهدف إلى تمكين الشباب وتدريبهم في مختلف مجالات التنمية، تهدف إلى تخفيف من معاناة الناس، الأسر النازحة والمتضررة والأسر الفقيرة في محافظة الجوف، بدأنا فيها إن شاء الله، ونسعى إلى أن تشمل المبادرات الشبابية جميع فئات الشباب، سواء على المستوى الجامعي، مستوى الثانوي، الذكور، الإناث، في جميع مديريات ومناطق المحافظة إن شاء الله. مع كثرة النازحين في محافظة الجوف ومع مشاكل والحروب كثر المحتاجين، فقام مجموعة من الشباب بمبادرات شبابية تسعى هذه المبادرات للتخفيف من معاناة الناس، وتسعى لمساندة المنظمات المجتمع المدني مثل هذه المبادرات الشبابية التي تصنع من داخل المناطق والحارات، تسعى للتخفيف من المعاناة وتجمع أكبر قدر ممكن من الإفطارات والسلات الغذائية وتقوم بتوزيعها، وهناك إفطارات لعابري السبيل وموائد رمضانية تقوم بها هذه المبادرات. أهمية المبادرات الشبابية في محافظة الجوف وخاصة في هذا الشهر الكريم هو عبارة عن مجموعة من الشباب يقومون بمبادرات شبابية على مستوى القرى والحارات، فيقومون بجمع شيء سواء عيني أو مادي، عيني من أرز، سكر، طحين، روتي وغيرها، ثم يقومون بها لتوزيعها على المحتاجين في حاراتهم، فهذه الأشياء تخفف من أعباء الأسر المحتاجة سواء في الحارات أو في القرى وغيرها، فالشباب في الحارات هم أعرف بمن يسكنون فيها وبمن هو أحوج من سكانها، فيقومون بمساعدتهم، فهذه مبادرة طيبة يقومون بها الشباب. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأعود إلى صنعاء مع الأخ عمار مرشد. مرحبا بك عمار من جديد. لا شك أن يعني رأينا العديد من المقاطع الفيديو وأيضا الصور التي انتشرت خاصة في العاصمة صنعاء لطوابير كبيرة ممن يبحثون عن وجبة إفطار أو معونات إغاثية. هذه المعونات التي تقدم، من القائمين عليها؟ من يشرفون عليها؟ من تمول؟ ولما تظهر بتلك الصورة؟ أكذب في الساعات، ويعني أكذب عليك وأقول لك أن أنا ما ضايق بشكل كبير. يعني احنا دائما بنحرص على انه الفئه المستهدفه دي مستهدفه، لازم ما نحرص على العمل الاجتماعي، عمل الاسدي موجود فيهم، لازم احنا نتخذ اليات وطرق مناسبه ان احنا نستهدف فيها الناس هذول بدون ما يظهروا في الصوره. انا عندي 4 مخابز، وانا شفت انا تلقيت انه البدايه كانت في جامعه سجيه، عندي 4 مخابز شغاله لها سنه، وطريقه استخدام طريقه استهداف انا المستهدفين ما بيخلص ولا واحد داخل الباب المخبز، ولا بيكون عندي مخابز المخبز، نقرا طلبيه في حارات وكل اخ او اسره تروح تستلم حقها من اقرب بيت قريب منها بدون ما حد يعرف. فالفيديو اللي انتشر مؤخرا هذا بيسيء بشكل كبير، وللاسف هذا بيوظف بعض وسائل الاعلام بتوظف هذا الفيديو بشكل سلبي، بتتكلم فيه على كيفيه يتم استغلال حاجه الناس وتوزيعها بشكل سيء. بالنسبه
وانا اتمنى انه هذه الرساله. نعم نعم، احرصوا قبل ما تشدوا جوعهم ان انتم لا تحرزوهم، احرصوا قدر الامكان اجلسوا اكثر من شهرين ثلاثة شهور عشان تفكروا بآليه تحفظ مع الوجهه الجنسيه تحفظ على الثقب. هذا هذه الخدمه الاساسيه اللي بيحتاجوها الناس هذه مننا، حتى لو كانوا محتاجين، حتى لو كانت الوضع سيء. فانا اتمنى ان الرساله توصل. التمويل كيف يوصل لهذه المؤسسات وكيف يتم صرفها وعن طريق من؟ هذا الشيء اللي غامض لا زال الان بالنسبه للعمل في المبادرات الشبابيه او حتى المجتمع المدني اللي متواجد في صنعاء. في مؤسسات بتشتغل على تمويل مشاريع كبيره وتوزيع سلع غذائيه. احنا بنشوف انه المؤسسات هذه تحجمها الكبير المفترض انها ما تستهدف العدد اللي ممكن يكون بالمئات، يعني هذه المؤسسه على حجم كبير بس نحتاج انها تستهدف 200 الى 300، وفي مبادرات بتستهدف بالالاف بالالاف. يعني فالغريب والعجيب انه كيف مؤسسات بتستلم تمويلات كبيره ومن عند من هم سيء، وفي شباب ما بيستلمون في التمويلات بيعتمدوا على تمويلات خاصه بالموجودات والمكونات وعن طريق اصدقائهم وبيكونوا بنفس الارقام المقاربه للمؤسسات. فهذا شيء طبعا يسيء جدا للعمل المجتمعي في الحاله اللي بنمر احنا فيها، وبيحد حتى من 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 فاعلين الخير اللي حابين يقدموا اي خدمه للناس الثانيين، بيكون في عدم ثقه نوعا ما في المشاريع هذه. لكن هذا بحرص ايا كانت كانت الشرعيه او الصفات عبر الواقع في صنعاء انه يتم تشكيل لجنه او يتم تشكيل شبكه او يتم تشكيل اي شيء يوضح اليه عمل هذه المؤسسات وكيف يتم صرفها. الدكتور تكلم بنقطة مهمة جدا اللي هي الفساد في مجال العمل الإغاثي، وهذا نعم. صحيح جدا وموجود، وهذا بيسيء بنفس الوقت لنا أمام المجتمعات الدولية. لما يكون عندنا دولة تضخ مليارات المساعدات وتلاقي أنه المستفيدين قليلين جدا، فبتنفع التمويل لأن ما في عندها جهة تقدر تمسك فيها. فإذا إذا إذا الفساد اللي نتكلم عنه الدكتور، إذا الفساد هذا صفح وانتهى، تبتدي من الأعداد القليلة اللي احنا بنشوفها تستفيد من المعونات حتكون أضعاف مضاعفة. نعم زي ما تكلم فيها الدكتور بيتم المنع، بيتم حجم بعض المواد. نعم عمار، يعني لماذا يحرص او الكثير لا حتى لا يعني لا نعمم على يعني من يقدمون معونات إغاثية او يعملون في المجال الخيري، يعني على توثيق وتصوير الناس والمحتاجين بتلك الصور؟ يعني راينا الكثير من الصور التي يحاول من تقدم لهم هذه المعونات الإغاثية التعفف او عدم التصوير، لكن يصر هؤلاء الا عن تصويرهم وتقديمهم للناس، وهم يعني يقدمون لهم بعض الأشياء التي يعني ليست حتى عند مستوى المطلوب حتى يصوروا بتلك الصورة المهينة وامتهان لكرامة هؤلاء الفقراء والبسطاء والمساكين. أقول لك هذا من وجهة نظري البسيطة، اللي بيحصل هذا هو استغلال لحاجة الناس بهدف الاستفادة من الناس، استغلال الحاجة حق الناس. الإنسان إذا بيمزح بيقول لك عادي صورني أنا من العصر الأشرف، فأنا متأكد 100% إن المؤسسة أو الجهة أو أيا كانت اللي بيوزعوا المستهدفين المعونات عندهم 1000 طريقه وطريقه تصلح حتى كثير. انا مع التوثيق، لكن التوثيق للممول المبدا تعديل الثقه بين فعلا يكون التوثيق يعني حصري فقط بين الجهه المموله والناس اللي بيفعلوا، لا داعي لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويعني نشرها بتلك الصوره المهينه لهؤلاء الناس البسطاء والفقراء. بالضبط، والممول مستحيل يطلب صوره شخص يساعده، مستحيل، هو يشتري ارقام، يشتري اثباتات، يشتري ارقام بطاقات شخصيه، يشتري توقيعات، وفي الاخير هو عمل انساني والواحد زينه غير ضميره. فانا متاكد زي ما قلت اولا اتمنى الرساله هذه توصل، انا متاكد 100% ان العامل في هذا المجال عندهم 1000 طريقه وطريقه لخفض عشرة الناس المستهدفه، اما عن طريق كروت سريه او عن طريق التوزيع للبيوت او عن طريق اي اليه ممكن تكون متوفره بالنسبه لهم. هذا الشيء بيسيء لنا احنا كمجتمع عنده مبدا التكاثر والتلاحم المجتمعي، وبيسيء لنا امام المنظمات الدوليه اللي بتقدم لنا المساعدات، وبيسيء لنا امام المجتمع لانه هذا بيفك النسيج الاجتماعي، بيخلي بيننا وبين الفئه المستهدفه نوعا ما من الشك، نوعا ما من الحزن انه ليش انتم بتشتغلوا حاجتي وتصوروني، نوعا ما من عدم الثقه. يعني انت الان حتدي لي كشغل وحتصورني وتسهر لي، ممكن التسهيل هذا يمرق اكثر من 10 15 سنه. يعني هذا شيء سيء، يعني لازم الناس تفكر اللي صورته الان وهو طفل وهو بيستلم منك رغيف، ممكن بعد 10 سنوات يكبر ويطلع في يوم من الايام شخصيه بارزه، ممكن يكون وزير، ممكن يكون مسؤول. هذه الصوره ممكن تحد منه، هذه الصوره ممكن تسبب بالحرج، هذه الصوره ممكن تحد حتى من انه يفكر يكون شخصيه مميزه في المجتمع او ما يشارك فيها. فانا اتمنى بالفعل هذا العمل لازم ما يطول، لازم ما يؤثر، لازم ما يكون في استشهاديه مميزه لعمليه استهداف الفئات المستهدفه. وانا عندي قناعه انه الفئه المستهدفه هذه تحتاج لحفظ عفتها قبل ما تحتاج. نعم
أشكرك الناشط في المجال الإنساني الأخ عمار مرشد، كنت معنا من صنعاء. وعودة إلى الدكتور دحان النجار. دكتور دحان، أنت أيضا وجهة نظرك، يعني هل يعني بالضرورة كل هذه المنظمات أو الذين يعملون في المجال الخيري توثيق كل ما يقدمونه للناس حتى من كيس الخبز وتقديمه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا أرى هذا المشكلة أو هذا الظاهرة من جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي هو لا يمكن إهانة الناس و تحديد شخصيات مقابل معونة بسيطة تقدم إليهم، لكن أيضا في هناك جانب إيجابي آخر لهذه الظاهرة، يجب أن لا نكون سلبيين دائما. الجانب الإيجابي هو أنه تشجع البقية على الإسهام في العمل الخيري. ثانيا هي نوع من أنواع الشفافية، حيث هناك في بعض المنظمات تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية وتتهم بأنها توزع لناس معينين أو لفئة معينة من الناس أو لأنصار معينين، بحيث أنها لم توصلها إلى من يستحقها من فئات الشعب المختلفة. لذلك التوزيع في الأماكن العامة أو في العلن هو نوع من الشفافية، الأمر الذي يمنع بعض الجهات أن توزع بتحيز أو أن تقوم بالتوزيع لمن تحب فقط، فلا بد أن تكون في أماكن عامة يراها الناس جميعا ويستلم من يستحق. فهذا هو، ولكن فيها نوع يا دكتور لكن فيها نوع من الامتهان لكرامة هؤلاء البسطاء المجبرين والمضطرين بأن يمسكوا هذه الطوابير حتى يحصلوا على وجبة غذاء أو ما شابه ذلك. لكن لماذا لا توثق هذه الأشياء، تكون خاصة بمن يقدم دعم أو للمنظمات أو للجمعيات وغير ذلك، لا أن تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا معك متفق أنه لا داعي للتشهير، ولكن أيضاً في هناك إمكانية أنه تقوم هذه الجهات بعملية مسح مسبق. عملية المسح المسبق تحدد الأسر لحاجة وتمنحها بطائق خاصة بأرقام معينة، وعند التوزيع تأتي هذه الأسر لتسلم ما تستحقه. ممكن للتوثيق أن تأخذ صورة بعيد، لكن لا داعي لأن تفرط في التصوير في التشهير كما أشرتم أو كما أشار البقية. فالمسألة يجب أن تظل في حدود الاحترام، احترام لكرامة الناس، احترام لخصوصياتهم. لا يمكن أن تصل إلى حد التشهير أو إلى حد المبالغة في تقديم أشياء بسيطة لا تستحق الذكر. فعلى كل، خلينا نكون إيجابيين أيضا لا نكون سلبيين دائما. فمن يبادر ويقدم شيئا ما أهلا وسهلا به، لكن نطلب من الجميع أن يكونوا حريصين قدر الإمكان في الحفاظ على خصوصية الناس، أي أنهم لا يمكن أن يعرضوا لحالة الامتهان العام من خلال التصوير الدقيق المعروف أو من خلال مبالغة يعني تصوير أشياء بسيطة جدا لا تستحق ذلك الخامة الإعلامي أو الهيجان الإعلامي الكبير مقابل أشياء بسيطة. نعم. لكن في هذا الظروف اللي نحن فيها يجب علينا أن نعيب أنه هناك جهات كثيرة قامت بتوزيع الكثير من المساعدات وأخفتها في مخازن، بعض المخازن حرقت وبعض المخازن تلفت فيها المساعدات الإغاثية، والبعض الآخر يعني كان في التوزيع غير عادل، بحيث أنه يقوم بالتوزيع فقط لمن يحب أو لمن يرى فيه أنه نقصير له. الجانب الآخر كثير من المساعدات ابتعدت في السابق، وكما تعلمون أنتم بأن بعض الأفران ونشاها مع المقابلات تلقت أكياس من قبل أشتروها من السوق وهي مساعدات، وأجوا أهل الخير أشتروها من الفاسدين في الأسواق وعادوها إلى الأفران لكي تصل مرة أخرى بثمن دفع للفاسدين الذين قاموا بإنزالها إلى الأسواق. نعم. فلا بد من الشفافية أن تكون موجودة، ولكن كما قلت بشرط أن لا تصل بالناس إلى حد التشهير فيهم أو إحراجهم في وسائل الإعلام. نعم. طيب ابقى معي دكتور، أعود إلى الحديدة مع الناشط في المجال الخيري محمد عبد الله مسعود. أخ محمد، الآن يعني
كما تحدثت أنت سابقا تعتمدون على بعض المبادرات وبعض الدعم البسيط، لكن تتمنى أن يكون الدعم بصورة أكبر. المنظمات الإغاثية التي يعلن عنها سواء يعني اليونيسف أو منظمات يعني أو الصليب الأحمر أو مركز الملك سلمان أو ما شابه من ذلك، الذين يقدمون لليمن معونات إغاثية كبيرة وبأرقام كبيرة جدا، أنتم في الحديدة كيف تتابع توزيع هذه المعونات التي تصل لمحافظة الحديدة؟ صحيح كمية المعونات التي توصل عبر ميناء الحديدة معونات كبيرة جدا يعني توصل قوافل كبيرة شيء خيالي، ولكن للأسف ما تتمش توزيعها للمستفيدين منها أو لأصحاب الدخل المحدود أو الأسر المحتاجة للأسر العفيفة جدا يتم بيعها في السوق السوداء، يعني يتم بيعها عبر القائمة عليها أو حاجة زي كده، فيتم بيعها وما توصلش للمستهدف الأساسي أو يعني المؤونة اللي وصلت لعنده نهائيا، ما توصلش، توصل دائما إذا وصلت توصل بنسبة 10% 90% بعد السوق السوداء. نعم طيب نحن ألو أيوة نسمعك محمد. نعم الأسر المستفيدة أو المستهدفين أنفسهم فتوصل بنسبة قليلة جدا، فنحن في المطبخ نحاول نحن نخفف عن الأسر والمواطنين بالطريقة المتوفرة لدينا، يعني بالطريقة المتوفرة لدينا بحسب الإمكانيات المتاحة. نعم أنتم كمطبخ خيري محمد، هل يصلكم مثلا من هذه المعونات يعني أرقام محددة يتم في كل معونات إغاثية تصل إلى محافظة الحديدة تخصيص جزء منها لكم في هذا المطبخ الخيري أم لا؟ للأسف لا، برغم أن احنا قررنا أبوابهم وعرضنا المشروع عليهم وقررنا منهم الزيارة إلينا إلى المطبخ، ولكن للأسف إلى الآن ما حد استجاب إلينا وما حد تواصل معنا وما حد أجل عندنا. أشكرك محمد وكل الشباب العاملين في المجال الخيري معك في محافظة الحديدة، ونشد على أيديكم وجهودكم التي تحاولون يعني بمجهودكم الشخصي وعلاقتكم البسيطة التواصل مع الناس لتقديم شيء والتخفيف من معاناة البسطاء والفقراء في محافظة الحديدة. شكرا جزيلا لك محمد عبد الله مسعود ناشط خيري من الحديدة. وإلى أن نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطاء عن طبيعة المعاناة وآثار الحرب والفئات الأكثر احتياجا للإغاثة الإنسانية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وعودة إلى الدكتور دحان النجار. دكتور دحان، الآن برأيك يعني من أجل ترشيد هذه المبادرات وهذه الأعمال الخيرية التي هي حقيقة نشكر كل من يساهم بالتخفيف عن معاناة الناس ولو بشربة ماء ولو بكيس خبز ولو بوجبة غذاء واحدة في اليوم وهو جهد يعني شخصي، لكن كما تعلم هناك كثير من هؤلاء أو البعض من هؤلاء يحاولون استغلال ظروف الناس وربما يعني المتاجرة بمعاناتهم من أجل الحصول على أموال ومعونات ولا تصل هؤلاء المحتاجين ربما نصف هذه المبالغ أو حتى ربعها. صحيح. أولا أنا أريد أن أسجل كلمة شكر لأخواننا المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول الخليج وفي كل أصقاع العالم
ولبعض رجال الأعمال الذين يساهمون في تخفيف معاناة المواطنين ويقدمون ما استطاعوا من دخلهم الشخصي واليومي استشعارا منهم بحجم المسؤولية تجاه أبناء بلدهم أبناء جلدهم الداخل الذين يعانون الأمرين في هذه الظروف الصعبة. ولكن في نفس الوقت أنا أسجل أيضا أسجل تدين للحالة التي وصل إليها الأمر في توزيع المساعدات الغذائية التي تأتي المليارات من المنظمات الدولية والجهات الإنسانية الخارجية والتي يمكن أن تكفي الشعب اليمني لمدة سنتين كاملتين فيما لو وزعت بالشكل الصحيح. لكن الفساد يا أخواني الفساد هو الآفة الكبرى التي أوصلت شعبنا وأوصلت بلدنا إلى ما نحن فيه. فساد دكتور كل الموارد ما في ذلك. نعم دكتور دحان كيف يمكن فهم الأمر بفساد في معونات في صدقات تقدم لناس بسطاء؟ يعني هل يصل الحد إلى يعني إلى هذا المستوى للفساد والسرقة والمتاجرة بمعاناة الناس الذين يبحثون عن لقمة العيش؟ والله أنا لا أستبعد ذلك لأنه الفئات التي وصلتنا إلى تدمير البلد بالكامل وإلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتمزيق الوضع الجغرافي والاجتماعي ليس من الصعب عليها أن تلتهم المساعدات الإنسانية التي تصل إلينا في هذه الظروف الصعبة لأن هذه الفئات لا تعيش إلا في الطفيليات على معاناة الآخرين وتمتص يعني بقومة بقائها من دماء الشعب اليمني من بسطاء الشعب اليمني. فليس غريب عليها أن تستمر في امتصاص ما أمكن امتصاص من المساعدات الدولية والإنسانية التي تصل إلى بلدنا. الكثير من المساعدات الآن تتلف في المخازن بانتظار بيعها في السوق السوداء والبعض الآخر منها بيع في السوق السوداء حتى في بلدان أخرى قبل أن تصل إلى اليمن بيع في موانا جيبوتي في موانا أفريقيا متعددة عن طريق الفساد المستشري في بلاد وكلها تصب إلى أمراء الحروب. نعم. لكن نستطيع المسلمين نقول أنه لا بد أن نرفع صوتنا عاليا في وجه المظاهر السيئة اللا إنسانية اللا دينية اللا أخلاقية قد ربما تصحاب على الضمائر وتعمل على تصحيح ما أمكن تصحيحها من سلوكياتها السيئة. وأطلب من سلطات الأمر الواقع في الجهتين بأن يراعوا الله وأن يخافوا الله في أهليهم وأن على الأقل يعملوا بشكل أخلاقي في هذا الشهر الكريم بأن تصرف المساعدات التي تصل إلى بلادنا تصرف ولو نعم. ولو نقول نصفين بين الفلسطينيين وبين أبناء الشعب اليمني محتاجين لها بشكل صحيح. وكان لابد المنظمات الإنسانية الدولية وأنا كررت هذا دائما والمنظمات المانحة من أن تقوم في مس أولي وتصرف بطاقات لكل المحتاجين في كل المناطق اليمنية على أساس أنه يتم التوزيع فيما بعد حسب البطاقات التي صرفت لهم. لكن هذا الأمر العمل به بشكل جزئي ولم يكمل في كل مكان ولذلك ظل الفاسدين يتلاعبون في قوت الناس الذي يأتي من الخارج مساعدة إنسانية. نعم. طيب. وهي في الأخير محسوبة على الشعب اليمني عندما أسمع بناك مليار دولار قدم مركز الملك سلمان المساعدة غذائية للشعب اليمني لكن لم يصل منها حتى ما يساوي 10 ملايين دولارات للناس بينما بالتأكيد. الكثير منها تلفت مع الفساد ومع المنظمات اللي أنت تتكلم عليها يا أخي تكلم قبل اللي تأخذ نسب متتالية يعني تعمل على عقد اتفاقيات مع منظمات أقل وهيئات أقل منها بالتأكيد صحيح تعمل وبالتالي لن يصل إلى الشعب إلا الجزء اليسير بالتأكيد دكتور نعم. طيب دكتور اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث من تعز رئيسة مؤسسة شهيد الأستاذة خديجة عبد الملك الحدابي. مساء الخير أستاذة خديجة. مساء النور شهر مبارك علينا وعليكم رمضان كريم. أستاذة خديجة كيف هي الأوضاع في تعز وأنتم أيضا ربما تركزون على شريحة مهمة وهي شريحة الشهداء أسر الشهداء يعني كيف تتعاملون كيف توفرون لهم ما يحتاجونه كيف هو الوضع في تعز الإغاثي والإنساني مع شهر رمضان؟ حياكم الله
وشكرا لكم لطرق هذا الموضوع المهم. طبعا الوضع الكارثي لا يخفى على احد في مدينه سعد، ومؤسسه شهيده التنمويه التي بدات برعايه اسر الشهداء والجرحى تجد نفسها مضطره بواقع الحال لان تستهدف ايضا اسر كثير متضرره من المهجرين، من النازحين، من المصابين بامراض مختلفه، من القذائف، من امراض الكبد، من امراض الحالات النفسيه وكهرباء الدماغ، يعني لا تتخيل حجم الضرر الذي احدثته هذه الحرب يعني في مستوى الفرد، على في مستوى كل اسره، في مستوى لا يمكن ان تجد بيت يخلو من مريض او من جريح او من شهيد، شهداء مدنيين بالقصف، شهداء الجبهات. الوضع بمعنى الكلمه كارثي، ومهما فعلنا ومهما فعلت الجمعيات او المؤسسات لا اظن انها تغطي حاجه الناس. يعني حقيقه الوضع مؤلم ومبكي بمعنى الكلمه، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى وتثبيت الناس ووقوف اهل الخير من اليمن ومن خارج اليمن، يعني الله اعلم كيف كان سيكون حال الناس والمنكوبين والمتضررين واسر الشهداء والجرحى في ظل تاخر الرواتب، في ظل انقطاع الرواتب، في ظل حرمان الكثيرين من رواتبهم، في ظل الوضع الصحي المتدهور. يعني حتى يعني كاحصاءات لا اظن انها موجوده، لكني اقابل بشكل لا يمكن تخيله يوميا من المستنجدين من مرضى السرطان، من مرضى الكبد، المتاثرين بسبب الخوف والهلع من القذائف، من فقدان الذاكرة، من كهرباء الدماغ والتشنجات التي تسببها القذائف، أو فجيعة الأولاد بجرح والدهم أو رحيله أو قذيفة سقطت على البيت. أمراض كثيرة جدا لم تكن موجودة بهذه الكثرة في مدينة سعد. كلهم الآن ضحايا، كلهم محتاجون للدعم، للمساندة. نحن نحاول أن نخفف، صحيح أننا بدأنا بأسر الشهداء والجرحى لكن اتخذت سياسة أخرى، أن هؤلاء أيضا هم متضررون بطريقة أو بأخرى، هم شهداء وإن كانوا أحياء. هؤلاء المنكوبون في هذه المدينة المنكوبة، يعني لا تتخيل أيضا بعض الأسر لا تزال تسكن في مناطق المواجهات، الأطفال يخرجون ويلعبون بين القمح لأنهم لا يستطيعون أن يغادروا منازلهم لشدة الفقر. طيب أستاذة خديجة، نعم، وجبة واحدة يأكلها في اليوم. نعم. أستاذة خديجة، لكن ما نسمعه عبر وسائل الإعلام وعبر التصريحات حتى الرسمية من المنظمات الإغاثية، مركز الملك سلمان، اللجنة العليا للإغاثة، منظمات العالمية، الغذاء العالمي، اليونيسف، الصليب الأحمر، كثير من المنظمات تتحدث عن أرقام كبيرة تصل من المعونات إلى محافظة تعز، أين تذهب كل هذه الأرقام؟ يعني نسمعها مثل ما تسمعون، نرى بعض الإغاثات، ما نشاهدهم بعض الإغاثات للتحالف أو لميرسي كول التي كانت تدعم وانسحبت من بعض الأماكن ربما لأسباب تتعلق بفساد معين أو سوء توزيع، أو إنما حتى المناطق التي تستهدف بهذه الاحتلال أحيانا تقتسم الأسرة السلة الواحدة، يعني لا تكفي. لا نشاهد أن هذه المناطق أن هذه الإغاثات توزع بطريقة سليمة عبر، يعني حتى لو دخلت فيها السلطة المحلية، لكن القرى المنكوبة الخاصة قرى الأبيات، مناطق المواجهات، الحارات التي ما تزال تشهد مواجهات، أو الحارات التي تشهد وجود نازحين أو مهجرين فيها، أو المخيمات، يفترض يعني أن يكون هناك ترتيب معين، يفترض أن تمسح بطريقة رسمية، أن يمنح الأهالي بطاقات واضحة، تحدث البيانات باستمرار. طيب أستاذة خديجة، هناك اجتهادات. نعم أستاذة خديجة، فقط لضيق الوقت أنا أريد منك يعني إجابة حول سؤال معين، وهو ربما حاولنا نركز عليه اليوم في هذه الحلقة علّها تصل الصورة واضحة للناس من يقدمون الإغاثات لبعض المحتاجين والفقراء والمساكين، ويحاولون على تصويرهم وتقديمهم ونشر صورهم عبر وسائل الإعلام بصورة يعني تمتهن لكرامة هؤلاء. شيء كلمة أخيرة في دقيقة منك نختم بها الحلقة. مسألة التوثيق للتوزيع السلال أو غيرها أظن أنها صارت ممحة بسبب أن
الكثير من الدائمين توقفوا عن الدعم بسبب فقدان الثقة. هذا التوفيق بعد استئذان المستفيد وبطريقة ينبغي أن يحرص الجهات المنفذة من جمعية ومؤسسات ألا تنتهي كرامة المستفيد. يعني هذا التوفيق صار ضرورة ملحة من وجهة نظري ومن التجربة الشخصية التي نعيشها. كل داعم يتمنى أن يرى أين وصلت. بالتأكيد نحن لا يعترض الناس على التوثيق أستاذة خديجة، لا يعترض الناس على التوثيق الذي يظل ما بين الجهة المنفذة والجهة المانحة. نحن نستأذنهم أولا، وثانيا نقول من لا يريد أن يظهر فليلتفت إلى الخلف، نحاول أن نلتقط صورا عامة من بعيد، ومن يظهر بوجهه فإنه يكون موافق لشدة الضر الذي لحق به، يريد أن يوصل صوته يعني بيضاء. نعم. أي شخص لا يريد لا نوثق ولا نصوره، كثير من الحالات لا نصورها أبدا. شكرا لكم. كل من يظهرون برضاهم يعني. نعم. لا يمكن أن نضغط على أحد. نعم. رئيسة مؤسسة شهيد الأستاذة خديجة عبد الملك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز. والشكر أيضا للدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، وكذلك للناشط في المجال الإنساني عمار مرشد، وأيضا من الحديدة الناشط في المجال الخيري محمد عبد الله مسعود. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.